احتضنت محافظة الديوانية المرحلة الأولى لدوري أندية العراق للناشئين والشباب والمتقدمين، وبمشاركة واسعة من أندية العراق. وتتضمن سباق المتقدمين الفردي لقطع مسافة 100 كيلومتر، والسباق الثاني سيكون لفئة الشباب فردي ضد الساعة لمسافة 20 كيلومتر، وسيكون السباق الثالث الفردي للنساء لقطع مسافة 40 كيلومتر، والمتقدمين فردي ضد الساعة لمسافة 25 كيلومتر. وتختتم سباقات المرحلة الأولى بالناشئين فردي لمسافة 40 كيلومتر. جرت منافسات دوري أندية العراق للدراجات في محافظة الديوانية لمدة يومين لثلاث فئات: متقدمين، شباب، ناشئين. فئة المتقدمين عدد أندية مشارك 15 نادي من جميع محافظات العراق. كان نوعين من السباق، السباق الاول فردي عاملي 100 كيلومتر، مسافه 100 كيلومتر، والسباق الثاني اليوم هسه حاليا احنا موجودين فرد الساعه لمسافه 25 كيلومتر. فئه الشباب نفس الشيء، نوعين من السباق، السباق الاول فردي عام 80 كيلومتر، وكذلك فرد الساعه 20 كيلومتر. بحقيقة احنا كاتحاد العراق المركزي للدراجات في هذا ظروف الكورونا، انت تعرف هذا الوباء، يعني صعب انت تنظم سباق على مستوى العراق، بس احنا قدرنا ان شاء الله بوجود اعضاء الاتحاد الباقيين نقرر اقامة بطولة مرحلة الاولى للفئة الذكور يعني الرجال، ثلاث فئات ومتقدمين الشباب الناشئين. الحمد لله امبارح كان 7-4 أول سباق فردي متقدمين. هذه البطولة شهدت مشاركة مميزة لنادي أربيل وبكافة الفئات العمرية من الناشئين والشباب والمتقدمين، واستطاع في اليوم الأول من البطولة من إحراز المركز الأول لفئة الشباب والمركز الثاني لفئة المتقدمين. استضيفنا محافظة ديوانية للبطولة، تنظيم زين، شارع يعني متمكن، واني عندي فريق شباب. البارحة اول سباق جبنا اول على الشباب العراق، واليوم جبنا ثاني الحمد لله. كان السباق على مرحلتين لفئة المتقدمين. اول سباق كان فردي عام، المسافة كانت 100 كيلو متر. النادي الصناعة احرز على مركز الاول في فارق الزمني مع نادي أربيل حوالي 3 دقائق ونص. وتهدف هذه البطولة التي تستمر لثلاثة أيام إلى اختيار لاعبين يمثلون المنتخب الوطني العراقي في البطولات والاستحقاقات الرياضية الدولية القادمة. من الديوانية، محتز العبودي، زاكروس تي في.